السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم حبيبي؟ كيف صحتكم؟ تساك دكتور، اريد اعرفك من جنابك. اهلا وسهلا بكم في بلدكم. اهلا وسهلا بكم، هذا بلدكم. جزاك الله خير. ونحن اخوانكم. جزاك الله. ونحن نحبكم. جزاك الله. بوجوه الكثير وواحد وجه. جزاك الله. لانه انتم بالمكان الذي مكان في قلوبنا. جزاك الله. انت شيخنا الطيب. شيخ، اريد اعرفك انت من هو؟ اعرفك. انا رئيس مجلس علماء باكستان. جزاك الله. وممثل خاص لرئيس الوزراء باكستان لشؤون شرق الاوسط وبيان الديني للحوار بين الاديان. تشرفنا. الله يبارك فيك. تفضل. حياكم الله. حياكم دكتور. تفضل. جزاك الله خيرا. تفضل استاذ. السلام عليكم شيخ. هذا اخونا قاسم قاسمي. جزاك الله خير. تفضل دكتور قاسم، نائب امين العام لمجلس العلماء الباكستاني. شرفنا بحضرتكم ان شاء الله تعالى. دكتور، بسم الله والصلاه والسلام على رسول. اولا اتقبل راسكم، تشرفنا بكم. انني احفظ صلاح الدين ايوبي، نريد قبل نموت. انا كما عرفت، نحن نحبكم لانه نحن صلاح الدين ايوبي. الله اكبر. وفي دمنا الاقصى. والله بارك الله فيك. انا معكم، وقبل اموت اريد امشي على طريق احفادي، نفتح مستشفيات هنا. جئت لهنا، تكلمت مع حكومة المحترم الباكستاني، سامع على قلوبنا. نعم. نفتح مستشفيات طبنا ب10,000 طالب وطالب معلم. هذا العلم يعني عمري 50 سنة قبل ارتحل من هذا الدنيا الوقتية. اريد نعلم طالب، وعندي 15 كتب والحمد بفضل الله اصنع 250 دواء لكل الفيروسات ما شاء الله، والسرطان والكنسر. احنا نبيع علاج لامريكا ولاوروبا من غدا باذن الله. نعم. الحكومه الباكستاني قال على عين عراسنا، احنا معك. مشكله. قالوا دكتور علي احنا معك في كل شيء. انا عارف في خدمتكم بدون مقابل في سبيل الله. شيوخنا انتم، تصيرون شيوخنا وعلى راسنا انتم، تصير اميرنا حتى نعلم طالب وطالبات. حتى احنا نبيع العلاج الفيروسات والكنسر، ليس احنا نشتري في امريكا واوروبا، لان احنا عندنا اسلام وعندنا شيوخ كبار والطيبين والشريفين. جزاك الله خير شيخنا العزيز حبيبنا المحترم. باكستان واهل الباكستان، هذا بلد لكل مسلم الذي قال لا اله الا الله. باكستان لانه اساسنا لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا البلد اسس على بنية على لا اله الا الله محمد رسول الله. فنحن نقول لكم اهلا وسهلا، مرحبا في بيتكم وفي بلدكم. ومن الحكومه الباكستانيه اي شيء لمصالح الامه، لمصالح الانسانيه، لمصالح المسلمين، لمصالح البلدين، نحن حاضرين. نحن حاضرين ونحن نعمل اي خدمه الذي قدر استطاعتنا للانسانيه وللمسلمين. والشيء المهم الذي انا اريد اقول لكم، نحن نحب الاكراد ونحن نحب صلاح الدين ايوبي. عندكم علم رئيس الوزراء باكستان هو اعطيت امر ليعمل افلام على صلاح الدين ايوبي مع الاتراك. جزاك الله خير. والثاني الاقصى وفلسطين في اللي مثل الدم. اي والله لنا في قلوبنا. يعني الحمد لله، قال لي كبار شخصيات من الاردن من مصر، تعالوا ونذهب معنا الى اقصى. انا قال اذهب الا انا اخذ تأشيرة من حكومة الفلسطينية لما فلسطين حرة. ثاني الحمد لله، قال رئيس فلسطين الأخ أبو مازن، وهو قال مجاهد الفلسطين في باكستان هو شيخنا شيخ طاهر. هذا هو قال أمام العالم في مصر. الله أكبر. فهذا فخر وإعزاز، وأهلا ومرحبا بكم في باكستان. وعندي سفر، لكنه سفير العراقي الله يجزيهم خير، هو قال لي قبل ساعتين، قال الشيخ موجود وأنتم موجود في بيت واحد صاحبنا. فثم أنا أتصل وأنا قال هو خرج منه. فالله يجزي الخير لأخ محمود، هو قال نحن في فندق سرينة وأنا حضرت هنا للقاء وزيارتكم. ونحن حاضرين حقيقة، الله يجزيكم الخير. صلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.